السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجال الشرح كتاب دليل الطالب، ويبدأ الشيخ خالد بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في صفة الوضوء، وهي أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، ثم يمضمض، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا ألا يصف البشرة، ثم يغسل يديه مع مرفقيه، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قفا، والبياض فوق الأذنين منه، ويدخل سبابتيه في صماخ أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد مضى الحديث عن فروض الوضوء وشروط الوضوء، وشرع المصنف الآن في بيان صفة الوضوء. وهذا الفصل سيكون سهلا. لماذا؟ لأننا أخذنا أغلب الأحكام المتعلقة بفرائض الوضوء. فالمصنف رحمة الله عليه قال، وهي يعني بعدما ذكر المصنف فروض الوضوء وشروط الوضوء، أراد أن يقول لنا: إذا أردتم أن تعرفوا صفة الوضوء الكامل المشتمل على الفروض وعلى الشرائط وعلى النية، فهذه هي صفته. هكذا، هذا معنى كلام المصنف حينما قال وهي، يعني إذا أردتم أن تعرفوا الصفة الكاملة الشاملة لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهينا من ذكر الفرائض والشروط وأيضا ذكر النية، فهي كالتالي. المسألة الثانية، قال أن ينوي، وعقد المصنف رحمة الله عليه بابا كاملا أو فصلا كاملا في النية. والنية قلنا لكم بأنها عزم القلب على فعل الشيء مع وجوده، يعني مع وجود هذا الشيء. والنية طبعا في اللغة هي العزم والقصد، العزم والقصد. تقول العرب: نواك الله بخير، أي قصدك. وفي الاصطلاح عزم القلب على فعل الشيء. والنية محلها أول العبادة، محلها أول العبادة. واختلف العلماء في أول عبادة الوضوء ما هي. قيل غسل الكفين، وقيل السواك، وقيل المضمضة والاستنشاق، وقيل غسل الوجه. فهذه أقوال، هذه أقوال. لكن نستطيع أن نرتب مسألة النية من حيث بدايتها، بأن نقول بأن النية تجب عند أول واجب من واجبات الوضوء. نقول تجب النية عند أول واجب من واجبات الوضوء. وما هو أول واجب من واجبات الوضوء؟ على مذهب الحنابلة المضمضة والاستنشاق، وعلى مذهب الجمهور غسل الوجه، لأن المضمضة والاستنشاق عندهم من سنن الوضوء. وأما مع أول سنن الوضوء فتكون النية مستحبة، النية مستحبة. وما هو أول سنن الوضوء؟ قيل السواك، وقيل غسل الكفين، وعلى مذهب الجمهور المضمضة والاستنشاق. طيب، ما فائدة هذا التفريق؟ فائدته أن من غسل كفيه مثلا، شخص تغدى ثم ذهب يغسل كفيه، فطرأت عليه نية الوضوء،
فذهب يتمضمض ويستنشق، هو لم ينوي أصلا، غسل كفيه لأجل إزالة ما علق بهما من آثار الطعام، ثم بدأ بالمضمضة والاستنشاق. نقول وضوء صحت نيتك، صحت نيتك. بل على مذهب الجمهور أنه لو بدأ النية بعد المضمضة والاستنشاق، تمضمض واستنشق ثم بدأ، فإن نيته صحيحة. لماذا؟ لأنهم يرون أن النية عند أول واجب من واجبات الوضوء وهو الفرض، فرض غسل الوجه. بالنسبة للنية من حيث بالنسبة للنية من حيث من حيث وضعها مع الوضوء، إما استصحاب ذكرها وإما استصحاب حكمها. تنبهوا لهذه المسألة، هذه مسألة دقيقة مهمة جدا. استصحاب ذكر النية لا يشترط أن يكون إلى آخر الوضوء، وإنما يشترط أن يكون في أول الوضوء. أما استصحاب حكم النية فيشترط أن يكون إلى آخر الوضوء. طيب، ما الفرق وما الأثر؟ الفرق أن من نوى قطع الوضوء أثناء توضئه بطل وضوءه. لماذا؟ لأن استصحاب حكم النية إلى آخر الوضوء شرط من شروط صحة النية. أما استصحاب ذكر النية، ذكر النية لو انقطع أثناء الوضوء لا يضر وضوءه. رجل ابتدأ الوضوء بنية صافية ثم ذهل، ذهل سرح مثل ما يقولون بالعامية، غفل، ها غفل، واستمر في وضوئه وابتدأ الوضوء بنية، فغفل وسرح وذهل فتفاجأ بأنه في آخر الوضوء، نقول وضوءه صحيح. لماذا؟ لأنه لم ينوي قطع الوضوء، لكنه ذهل وسرح وغاب. فلذلك من المهم جدا أن نعرف الفرق بين استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية. استصحاب ذكر النية يشترط أن يكون في أول الوضوء، ولا يشترط استمرارية الذكر إلى آخر الوضوء. استصحاب حكم النية يشترط أن يكون في أول الوضوء إلى آخره. فإذا قطع نية الوضوء في أثناء الوضوء بطل وضوءه، لا بد أن يستأنف من جديد. قال ثم يسمي، قال ثم يسمي. تذكرون التسمية من مفردات الحنابلة، وجوب التسمية، وجماهير أهل العلم يذهبون إلى السنية. رجحنا أي قول؟ رجحنا مذهب الجمهور على أن التسمية سنة، والتسمية هي قول بسم الله ولا يصح غيرها. فلو قال بسم الرحمن، بسم القدوس، بسم الملك لا يصح. هذا على مذهب الحنابلة القائلين بالوجوب. على مذهب الجمهور يعني لو لم يسمي لا شيء عليه، لكن على مذهب الحنابلة يشترطون أن يأتي بجملة التسمية وهي بسم الله. قال ويغسل كفيه، ويغسل كفيه، هذا في أول الوضوء، هذا من سنن الوضوء. قوله أن ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه، غسل الكفين من سنن الوضوء، غسل الكفين من سنن الوضوء، هذا من حيث الجملة. من حيث التفصيل، من حيث التفصيل نقول إن كان إن كان قد غسل، نعم غسل الكفين سنة، إن كان قد قام من نوم ليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه في مشهور مذهب الحنابلة. إن كان قد قام من نوم ليل فإنه يغسل كفيه وجوبا، يغسل كفيه وجوبا على مذهب الحنابلة. لماذا؟ هذا من مفرداتهم، على أن غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلهما ثلاثة. أما إذا كان أما إذا كان إذا ك... إذا أراد غسلهما ولم يكن قائما من نوم ليل
فإن مشهور المذهب على أن غسلهما سنة، وذهب بعض العلماء إلى كراهية غسل الكفين قبل الوضوء إذا تيقن من طهارتهما. هذا قال به بعض الأصحاب، أنه يكره له إذا تيقن من طهارة كفيه، فما في داعي إلى تكرار الغسل، غسل الكفين. يعني الآن هو غسل من الطعام مثل ما ضربنا مثال قبل قليل وانتهى، أراد أن يتوضأ، ما في داعي يغسل كفيه 3 مرة ثانية، وإنما يبدأ بالمضمضة والاستنشاق ويغسل وجهه ويكمل وضوءه. قالوا لأن المقصود من غسل اليدين تنظيفهما، لأنهما الآلة لنقل الماء إلى بقية أعضاء الفروض. إذا غسل الكفين هذا بعد ما ينوي ويسمي يغسل كفيه، قال ثم يتمضمض ويستنشق. ذكرنا حكم المضمضة والاستنشاق، وذكرنا الراجح بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل عند الحنابلة، وهو الراجح، وهو راجح، رجحنا هذا في درس سابق. نعم، طبعا المضمضة والاستنشاق ذكرنا لكم صفة المضمضة والاستنشاق، وأزيد هنا فائدة أن بعض شراح الحديث، بعض شراح صحيح البخاري، ذكروا كيفية المضمضة والاستنشاق وأنها على 5 أوجه. الوجه الأول أن يجمع بينهما بغرفة يتمضمض 3 ويستنشق 3، وهذه الصفة اللي رجحناها، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق. الوجه الثاني أن يدخل الماء في فمه مرة ثم أنفه مرة ثم يعود إلى الفم ثم إلى الأنف، كل ذلك مرة بعد مرة إلى 3 في كل واحد. الوجه الثالث 3 غرفات لكل يقسمها بين الفم والأنف، 3 غرفات منفصلات يعني. الوجه الرابع غرفتين فقط كل واحدة لواحد، يعني يتمضمض ويستنشق بغرفتين، غرفتين فقط، كل غرفة لواحد منها، لكن يدخلها في 3 مرات، يعني يأخذ غرفة ويتمضمض ثم يتمضمض ثم يتمضمض بالغرفة الواحدة، ويأخذ غرفة يستنشق من الغرفة الواحدة، من غرفة واحدة يستنشق 3 مرات. الوجه الخامس 6 غرفات، 3 لهذه و3 وثلاثة لهذه. هذه اللي ذكرها بعض شراح الحديث، بعض شراح صحيح البخاري رحمه الله تعالى. وسبق الحديث عن المضمضة من حيث التعريف ومن حيث الحكم ومن حيث الصفة، كذلك الاستنشاق. أعتقد لسنا بحاجة إلى أن نعيد ما سبق، لكن هذه فائدة زائدة. قال ثم يغسل وجهه، وغسل الوجه أيضا ذكرناه من فروض الوضوء، ذكرنا حد الوجه، قلنا بأنه هو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى ملتقى اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. هذا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى اللحيين طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. ولذلك قال ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، من منابت شعر الرأس المعتاد، يخرج الشعر غير المعتاد، يخرج الشعر غير المعتاد، مثل الأنزع والأفرع. يعني من الناس من شعره متأخر، من الناس من شعره إلى الجبهة. إذا هذا لا عبرة، يعني الاعتبار ليس بهذين الجنسين، وإنما بشعر الرأس المعتاد. وذكرنا أيضا بأن المسح الراجح من أقوال أهل العلم أنه يعمم الرأس بالمسح. وأيضا ذكرنا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة إلا على قول، ما أدري ذكرته لكم ولا، الإمام أحمد يفرق في رواية عنه، يفرق بين الرجل والمرأة، وقال لو اكتفت المرأة بمسح الناصية فقط لا حرج عليها في ذلك. نعم، وهذا إن شاء الله سنتكلم يعني أيضا بما يتعلق بسنن الوضوء في أحكام زائدة. إذا ثم يغسل وجهه من منابت شعر الرأس المعتاد، وهذا فصلنا فيه في فروض الوضوء. قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا
أن لا يصف البشرة ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية إلا أن لا يصف البشرة. أيضا هذه مرة وقلنا بأن اللحية على ضربين، خفيفة وكثيفة. أما الخفيفة فضابطها ما يرى البشرة من وراء الشعر، وهذه يجب على المتوضئ أن يوصل الماء إلى البشرة. وأما الكثيفة، اللحية الكثيفة، وضابطها أن لا ترى البشرة من وراء اللحية، فهذه لا يجب على المتوضئ أن يوصل الماء إلى البشرة، وإنما يكتفي بغسل ظاهر اللحية، ظاهر اللحية، لأنها من الوجه، والوجه سمي وجها لأن الشخص يواجه به، هو مأخوذ من المواجه، مأخوذ من المواجه. قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. ذكرنا أيضا هذا الفرض، وهو الفرض أحد فروض الوضوء. قال: ثم يغسل يديه، نعم، طبعا هنا قدمت أنا مسح جميع الرأس. ها، قال: نعم، ذكرنا مسألة الوجه. نعم، قال: ثم يغسل يديه مع مرفقيه. هذا الفرض الثالث اللي ذكرناه، وتكلمنا على مسألة المرفقين يدخلان ولا لا، مسألة طويلة، وقلنا لكم بأن اليد تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، إلى المرفقين. والنبي عليه الصلاة والسلام كل من وصف وضوءه ذكروا بأنه كان يغسل المرفقين صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. لا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه. هذه مسألة مهمة جدا، عندنا قاعدة فقهية أن اليسير معفو عنه، ودائما ما نكرر هذه القاعدة: اليسير معفو عنه. فإذا كان ثم وسخ تحت الأظافر، لا يلزم المتوضئ أن يزيل هذا الوسخ الذي تحت الأظافر، لأن المقصود غسل اليدين، ووجود هذا الوسخ قد يشق على المتوضئ إزالته. كذلك لا يضر مانع يسير مما يحول بين الماء والبشرة. أعتقد بأني ذكرت لكم أصحاب الحرف مثل الصباغين، هؤلاء يكون نقاط على محل العضو، قلنا بأن هذا لا يضر. هذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه القاعدة، وهي قاعدة شرعية، قاعدة شرعية حتى في مسائل الاستنجاء لا يضر. ذكرنا لكم ما أثر الاستجمار، وذكرنا لكم ما يعفى من البول اليسير اللي هي النقطة أو شيء، وشرحنا هذا فيما مضى، شرحنا هذا فيما مضى. قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه. ومسح الرأس من فروض الوضوء كما ذكرنا. أنا قبل قليل كأني يعني قفزت إلى الرأس، مع أن الكلام كان عن الوجه، سامحوني، كان الكلام عن الوجه. بالنسبة للرأس فرض مستقل، وهو الفرض الرابع، الفرض الثالث، غسل الوجه ثم اليدين مع المرفقين ثم مسح الرأس، جميع الرأس يقبل ويدبر. فأنا أخطأت قبل قليل لما ذكرت مسألة مسح الرأس. عموما مسح جميع الرأس، وذكرنا لكم القول الراجح في هذا، مسألة القول الراجح أنه يمسح جميع الرأس يقبل ويدبر، الرجل والمرأة سواء فيها. ذكرنا رواية عن الإمام أحمد بأن المرأة تختلف، بأن يجوز للمرأة أن تمسح الناصية فقط، يجوز للمرأة أن تمسح الناصية فقط. نعم، قال: ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قثاء. ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من حد الوجه إلى ما يسمى قثاء. إذن مسح الرأس يكون بمسح ظاهره، بمسح ظاهره، وليس بإيصال الماء إلى باطنه. هذا في الاغتسال، هذا في الاغتسال، إيصال الماء إلى
فروة الرأس أو إيصال الماء إلى منابت شعر الرأس، هذا في الاغتسال. أما في المسح الرأس فيمسح ظاهر الرأس، ومن مسح وخلل شعر رأسه فقد ابتدع، فقد ابتدع. لماذا؟ لأن هذا فيه غلو وتنطع، فيه غلو وتنطع، يمسح ظاهر رأسه. وحد الرأس مثل ما ذكر من حد الوجه إلى ما يسمى قفاه، وحد الوجه قلنا من منابت شعر الرأس، إذن من منابت شعر الرأس إلى الخلف هذا يسمى، هذا حد الوجه، حد الرأس، حد الرأس من منابت، من حد الوجه إلى ما يسمى قفاه. والقفا هو آخر شعر الرأس، القريب من الرقبة، القريب من الرقبة، ولذلك يوصل الماء إلى آخر شعر رأسه، هذا يسمى القفا، هذا يسمى القفا. وأما مسح الرقبة فبدعة من البدع، ولم يصح في هذا شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: والبياض فوق الأذنين منه، البياض الذي فوق الأذنين منه. المقصود بالبياض هو الذي خلف الأذن، ما بين شعر الرأس وما بين الأذن، هذا البياض الذي هنا، هذا البياض. الحنابلة يذهبون إلى أن البياض من الرأس، البياض من الرأس، بمعنى أنه إذا مسح يجعل إبهاميه على يمسح البياض الذي خلف الأذن، قالوا لأنه من الرأس، هذا هو المذهب عند الحنابل. القول الثاني، ذهبوا إلى أن البياض ليس من الرأس، ليس من الرأس، وقالوا بأن مسح الرأس المقصود به مسح شعر الرأس وليس مسح هذا البياض، لأن هذا لا يدخل في حد المسح، ولو قلنا به لكان الغسل هو الواجب، لأن هذا ليس شعرا، هذا ليس لا يسمى هذا ليس شعرا، الشعر هو الذي يمسح، أما هذا فيغسل. ولذلك الراجح قول جماهير أهل العلم على أن البياض الذي فوق الأذن هذا ليس من الرأس ولا يمسح، لا يمسح. قال رحمه الله تعالى: ويدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهامه ظاهرهما. إذن هذه الصفة، صفة مسح الأذنين بعد مسح الرأس. يدخل سبابتيه، مثنى سبابة، وتسمى السباحة، قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين. قال الراوي: وقرن بين السبابة وبين الوسطى. وسميت سبابة قيل لأن الشخص إذا أراد أن يسب أحد أشار إليه بالسبابة، وتسمى سباحة أو مسبحة لأن الإنسان يتشهد بها، يتشهد بها. الصماخي أيضا مثنى، مفرده الصماخ، وهي فتحة الأذن، فيدخل سبابتيه بصماخي أذنيه ينظفهما ويمسح بإبهامي ظاهرهما، فتكون السباحتين أو السبابتين لباطن الأذن بما في ذلك الصماخي، والإبهام لظاهر الأذن. ويجوز أن يعكس الإنسان، قد يكون بعض الناس عنده مشكلة أو يستعمل أحدهما، يستعمل السبابة في باطن الأذن وظاهر الأذن. لماذا؟ لأن العبرة بالإتيان بالفرض على أي حال، على أي حال. فلو جاء شخص مثلا ومسح أذني المتوضأ صح ذلك، بشرط أن ينوي المتوضأ. اختلف في الذي يوضأ أو يساعد المتوضأ هل يجب عليه النية؟ قولا الصحيح أنه لا يجب أن ينوي، لأنه مثل الآلة، هو يكون مثل الآلة، ما يحتاج إلى أنه ينوي، ما يحتاج أنه ينوي. يعني بعض الناس الآن قد يكون مريض أو قد عنده إشكالات مثلا، وسأذكر هذا في مسألة المعاونة، فوضأه شخص أو ساعده في بعض أعضاء الوضوء صح حتى ولو لم ينوي المعاون. لماذا؟ لأنه كالآلة. نعم.
وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما عليه الصلاة والسلام. قال: ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان، يغسل رجليه مع كعبيه، هذه ذكرناها، هذا الفرض الرابع من فروض الوضوء وهو غسل الرجلين مع الكعبين، وذكرنا لكم فرضين أيضا، الترتيب والموالاة، لما تكلمنا في الوضوء في فروض الوضوء ذكرنا الترتيب والموالاة. هذه الصفة، هذه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصنف رحمه الله عليه بعدما انتهى من ذكر الفروض والشرائط والنية أحب الآن أن يختصر لك صفة الوضوء بما في ذلك الفروض والشروط والنية. الآن سيشرع بذكر سنن الوضوء. سنن الوضوء، يقرأ الشيخ خالد، تفضل. قال رحمه الله: فصل. وسننه 18: استقبال القبلة والسواك وغسل الكفين 3، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقة، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفين، والنطق بها سرا، وقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. سنت. الآن شرع المصنف رحمة الله عليه بذكر سنن الوضوء. السنن جمع مفردها سنة، والسنة هي الطريقة في اللغة، سواء كانت طريقة صحيحة أم باطلة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تتبعن سنن من كان قبلكم. والسنة في الاصطلاح ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ما يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. المسألة الثانية، قول المصنف رحمة الله عليه: وسننه 18، هذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء. سبق أنني ذكرت لكم بأن طريقة أهل العلم تسهيل العلم للناس، وذلك من خلال استقراء نصوص الكتاب والسنة، وكذلك بقية الأدلة. إذن هذا باستقراء نصوص الكتاب والسنة والآثار أيضا وبقية الأدلة. أول السنن قال: استقبال القبلة، استقبال القبلة، قال هذه من سنن الوضوء. طبعا السنن تحتاج إلى دليل، ولا أحفظ دليل على سنية استقبال القبلة أثناء الوضوء، لا أحفظ دليل في ذلك على سنية استقبال القبلة أثناء الوضوء، وإنما استحب ذلك بعض الفقهاء، قالوا لأنها عبادة من العبادات التي هي من شروط صحة الصلاة فيستقبل بها القبلة، لكن ليس هناك دليل، ما في دليل على سنية استقبال القبلة أثناء الوضوء. ولذلك لو توضأ الإنسان مستدبر القبلة لا حرج عليه في ذلك. ثانيا السواك، السواك، السواك سبق أننا شرحنا في فصل كامل أو في باب كامل السواك والسنن الفطرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ثالثا غسل الكفين 3، قبل قليل يعني ذكرت غسل الكفين، وقلت بأن غسل الكفين إما أن يكون عن نوم أو عن غير نوم، فإن كان عن غير نوم فيستحب غسلهما مطلقا. وذكرت قيل بأن بعض العلماء قالوا لا يغسلهما إذا تيقن الطهارة، وقلت بأن يكرهون ذلك لأن هذا فيه إسراف في الماء وفيه غلو، كون يعني كون الكفين طاهرتين لماذا يعيد غسلهما مع أن غسلهما على السنية وقد غسلهم. وأما إن كان عن نوم
فإن كان عن نوم النهار ذكرت لكم بأن الصحيح من المذهب عفوا إذا كان عن نوم ليل قلت لكم الصحيح من المذهب ماذا؟ وجوب غسلهما للحديث. وأما إذا كان عن نوم نهار يعني قام من نوم النهار فيستحبون في ظاهر المذهب أو الصحيح من المذهب يستحبون ماذا؟ يستحبون غسلهما. ووجوب غسل الكفين بعد القيام من نوم الليل هذا من مفردات الحنابلة كما ذكرت لكم. وغسل الكفين ثلاثا سنة قال العلماء لأنهما الآلة التي ينقل بهما المتوضأ الماء إلى بقية الأعضاء. رابعا والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. المضمضة طبعا هنا ذكرنا المضمضة والاستنشاق في مذهب الحنابلة ما حكمها؟ حكمهما واجبتان واجبتان. لكن البداء بهما قبل غسل الوجه سنة، أن يبدأ بهما قبل أن يغسل الوجه. وهذا يشير إلى أنه لو أخر غسل لو أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه فإن هذا يجوز والوضوء صحيح، بل قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخر غسل المضمضة أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه بعد غسل الوجه. ولذلك ما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق هنا لما كانتا من العضو الواحد لا يجب فيهما الترتيب على القاعدة اللي ذكرناها دائما، إذا كان في العضو الواحد مثل غسل الشمال قبل اليمين يصح، لكن السنة أن يغسل اليمين قبل الشمال. ولذلك بالنسبة للمضمضة والاستنشاق من حيث محلهما، أولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تمضمض واستنشق قبل أن يغسل وجهه، وهذا هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أو الأمر الثاني، صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه، فغسل وجهه وبعد ما انتهى من غسل الوجه تمضمض واستنشق. الثالثة روية أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين، بعد غسل الذراعين. لاحظتم التعبير؟ قلت صح وهو الغالب المضمض والاستنشاق قبل الوجه، ثانيا صح تمضمض واستنشق بعد غسل الوجه، ثالثا روية أنه تمضمض واستنشق بعد غسل الذراعين. لماذا؟ لأن هذه مسألة خلافية، لأن هذه مسألة خلافية. من أهل العلم من ذهب إلى سنيتها، قالوا لأنه ثبت في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، ومن أهل العلم من ذهب إلى عدم سنية ذلك ويضعفون في هذا الحديث. ومن صحح الحديث قالوا بأن يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى المضمضة والاستنشاق في هذا الموضع. كيف احتاج؟ يعني مثلا أنت الآن تتوضأ، تمضمضت واستنشقت وغسلت وجهك وغسلت يديك ثم مسحت غسلت يديك ثم نزل شيء أو وجدت آثار مثلا في الأنف أو في الفم فاحتجت أن تتمضمض واستنشق، هكذا يقولون. ولذلك هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال والمبالغة فيهما لغير الصائم، المبالغة فيهما لغير الصائم، هذه الخامسة، السنة الخامسة، المبالغة فيهما، الضمير يعود إلى المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. والمبالغة هو أن يأخذ الماء بفمه ويديره في حلقه، يديره في حلقه ولا داعي للغرغرة. بعض الناس يبالغ فيتغرغر، يتغرغر يوصل الماء إلى محل يعني إلى أقصى الحلق، لا هذه مبالغة، وإنما يدير الماء في فمه ثم يمجه أو يبلعه لأنه تحقق الواجب على مذهب الحنابل والسنية على مذهب الجمهور. وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بنفس الأنف إلى الخياشيم، إلى الخياشيم. وأما الصائم فيكره له ذلك، ولحديث لقيط بن صبرة النبي عليه الصلاة والسلام قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما،
فجماهير أهل العلم يذهبون إلى كراهية مبالغة الصائم في الاستنشاق والمضمضة أيضا، لكن ذكر الاستنشاق هنا دون المضمضة يدل عليه. الاستنشاق يعني المضمضة، لما جاء ذكر الاستنشاق دل على أن المضمضة أيضا مقصود. بعض العلماء قالوا لما عبر بالاستنشاق لأن في الغالب أن المتمضمض يتحكم بالماء الذي في فمه، بخلاف الذي يستنشق حينما يجذبه بنفس الأنف لا يتحكم في هذا الماء، وربما دخل إلى جوفه أفطر. ذهب بعض العلماء إلى حرمة المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم. قال السنة السادسة، قال: والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقا. المبالغة في سائر الأعضاء مطلقا، والمقصود بالمبالغة إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بإسباغ الوضوء، قال في حديث الذي أساء في صلاته، قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. وإسباغ الوضوء إتمامه، والمبالغة في ذلك هو أن يأتي ضابطها أن يستوعب العضو بالماء، يستوعب العضو بالماء، الوجه ومسح الرأس، اليدين أيضا مع المرفقين، مع المرفقين كذلك، الرجلين مع الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، خاصة في الأوقات التي قد يخل الإنسان فيها بالوضوء كالحر الشديد والبرد الشديد، هنا يتأكد في حقه. ولا يجوز للمتوضئ أن يزيد في العدد، في العدد كما سيأتي. نعم، بمعنى أنه لا يزيد في عدد الغسلات كما سيأتي. طيب، هذه المبالغة. ومثلا المبالغة في الوجه، حينما يغسل وجهه يعني يتعاهد المآقي، يتعاهد أسفل الشفة، اليد أيضا، وسيأتي مسألة التخليل، وهكذا الرأس وبقية الأعضاء. قال: والزيادة في ماء الوجه. الزيادة في ماء الوجه يعني من السنة أن يزيد في ماء الوجه. فإذا غسل مثلا، أحب أن يغسل كل عضو مرة واحدة، يزيد في ماء الوجه بحيث يغسله مرتين أو ثلاث. لماذا؟ لأن الوجه فيه أعضاء أيضا، الوجه فيه أعضاء، وأيضا غضاريف ومثاني وأمور يعني قد لا يصلها الماء، مثل ما ذكرت قبل قليل، المآقي مثلا، أسفل الحاجب من جهة الجفن، جفن العين، كذلك العنفقة، وهكذا. وابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في شرحه على البخاري في كتاب فتح الباري ذكر بأنه قال: واستحب بعض أصحابنا للوجه غسلة الرابعة تصب من أعلى، يعني بعد ما يغسل ثلاثا يجيب غسلة رابعة ويصبها من أعلى الوجه حتى يأتي على جميع الوجه. وعن الإمام أحمد: يزاد في الرجلين دون غيرهما، يزاد في الرجلين دون غيرهما. والراجح أو والصواب عفوا الصواب انه لا يزاد على ثلاث كما سياتي، انما يكتفي بالثلاث ويتعاهد هذا اثناء الغسل. قال: وتخليل اللحيه الكثيفه. تخليل اللحيه الكثيفه، ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يخلل لحيته صلى الله عليه وسلم، خلل لحيته، ثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام. تخليل اللحيه ان ياخذ الماء وان يدعك من اسفل اللحيه، ويعني يدخل أصابعه في اللحية، هذه اللحية الكثيفة، هذه اللحية الكثيفة يخللها، وهي سنة وليس بفريضة، بخلاف اللحية الخفيفة كما ذكرنا قبل قليل.
قال وتخليل الأصابع، والمقصود بالأصابع أصابع اليدين والرجلين. أما أصابع اليدين فتخليلهما يكون بالتشبيك، لما يغسل يدي يشبك، هذا هو التخليل. وأما أصابع القدمين فنص الفقهاء على أنه يخللهما بخنصر يده اليسرى، يبدأ من خنصر الرجل اليمنى وينتهي بخنصر الرجل اليسرى، حتى يكون يصدق عليه أنه تيامن في طهوره، تيامن في طهوره. طبعا بعض الأشخاص قد يكون لديه إشكال في أصابع قدميه، بحيث أن قد لا يدخل الماء ولا يتخلل إلى ما بين الأصابع. فالذي يظهر والله أعلم وجوب تخليل الأصابع لهذا الغرض، حتى يوصل الماء إلى العضو كاملا. تشوفون بعض الناس عنده مشكلة، قد يكون أصابع قدميه بعضهما على بعض، أو يكون فيها خشونة مثلا. هذا لو قلنا بالوجوب لما أبعدنا. لماذا؟ لأن من فروض الوضوء غسل القدمين، وغسل القدمين يكون بإيصال الماء إلى جميع أجزاء القدم، ومن ذلك ما بين الأصابع، ما بين الأصابع. فالأصابع الطبيعية يصلها الماء، من السنة التخليل. لكن الأصابع اللي غير طبيعية لا، يتأكد بل يتعين أن يخلل ما بينهما. قال وأخذ ماء جديد للأذنين، هذه من السنة، أخذ ماء جديد للأذنين. تذكرون الخلاف اللي ذكرناه، هل الأذنين من الرأس أم لا؟ ذكرناه. الآن قال من السنة أخذ ماء جديد للأذنين، وهذا مذهب الجمهور، حنابلة و المالكية والشافعية ذهبوا إلى أخذ ماء جديد للأذنين، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن زيد، قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه. وهذا الحديث ضعيف، لا يصح في أخذ ماء جديد للأذنين حديث، وإنما صح الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه. وإن كان بعض العلماء صحح حديث مرفوع إلى مسلم قال صحيح لغيره، لكن الذي يظهر بأن الأحاديث كلها غير صحيحة، حتى يعني ذكر بعض العلماء ضابط فيها أنه ما يصح في هذا الحديث أنه يأخذ ماء جديد الأذنين، لكن صح عن ابن عمر، صح عن ابن عمر. طبعا الحنفية يذهبون بأنه ما يمسحان بماء جديد، وإنما يمسحان بماء الرأس، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح. لذلك ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد قال وكان يمسح أذنيه مع رأسه، وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماء جديدا، وإنما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، هذا في ماذا؟ في العضوين، في العضوين. عندنا يدين ورجلين وأذنين، السنة أن يقدم اليمنى على اليسرى، لكن لو قدم اليسرى على اليمنى فالوضوء صحيح، لكن خالف السنة. طبعا عندنا ضابط مهم في المسح، أن كل شيء ممسوح يمسح مرة واحدة، ولا تقدم اليمنى على اليسرى. فعندنا الأذنين الصحيح من قول أهل العلم مسحهما جميعا، ولا يمسح اليمنى ثم اليسرى، يمسحهما جميعا، مسح الرأس جميع ما يفرق، مسح الخفين والجوربين أيضا جميع، هذه السنة، نتوسع إن شاء الله فيها عندما ندخل في باب المسح على الخفين. قال ومجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض، ويستدل لذلك فعل أبي هريرة رضي الله عنه حينما جاوز محل الفرض، لما غسل يديه وغسل قدميه وقال هذه السنة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل كيف تعرف أمتك، قال أعرفهم غرا محجلين، غرا محجلين، جاء في لفظة قيل بأن مدرجة من آثار الله. نعم، أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء،
جاء في لفظة قيل بأنها مدرجة، ونعم هي مدرجة، فمن استطاع يطيل غرته وتحجيره فليفعل. قالوا هذا من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما لكم، سيما يعني علامة، علامة ما تتميزون بها عن غيركم، وهي الغرة والتحجير. الغرة بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في رجل الفرس. والصواب الاكتفاء بماذا؟ بغسل العضو كامل، استيعاب العضو بالماء. قال والغسلة الثانية والثالثة، فهما مستحبتان وليستا واجبتين. الغسلة الثانية والثالثة مستحبتان وليستا بواجبتين، وذلك بعض الناس يشكل عليه هذا، فيذهب ويعتقد بأنه لا بد أن يغسل مرة ثانية وثالثة. لكن يمكن أن يحتاط لمن يمكن أن يحتاط لمن يتساهل في الوضوء، يتساهل في الوضوء. ولذلك كان بعض فقهاء المالكية يفتي للعوام بالغسلة الثانية والثالثة. قد ذكروا هذا عن الإمام مالك والله أعلم، قالوا لأن القصد من ذلك ليس إيجاب الغسلة الثانية والثالثة، وإنما حسم سد الذريعة على هؤلاء المتساهلين أن يبطل الوضوء. فقالوا إذا غسل ثانية وثالثة استوعب العضو بالماء. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه بأنه توضأ مرة مرة، ثبت عنه بأنه توضأ مرتين مرتين، وثبت عنه بأنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت عنه أنه توضأ في عضو مرة وفي عضوين مرتين عليه الصلاة والسلام. السنة الأخرى واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، ذكرت هذا أنا قبل قليل، قلت لكم فرق بين استصحاب ذكر النية واستصحاب حكم النية. استصحاب ذكر النية سنة، أما استصحاب حكم النية فشرط من شروط صحة النية. قال والإتيان بها عند غسل الكفين، يعني الإتيان بها الضمير في بها يعود إلى النية، أن يأتي بالنية عند غسل الكفين عندما يغسل كفيه، وهذا ذكرناه قبل قليل. بعض العلماء قالوا عند أول سننها، وأو عند أول سننه وأول سنن الوضوء السواك. قال والنطق بها سرا، النطق بها سرا، وهذا ذكرت هذه المسألة في قصر النية، قلت بأن الصواب بأن النطق بالنية بدعة، النطق بالنية بدعة، وهذا الذي عليه أهل العلم الأئمة الأربعة، وأخطأ من نسب إلى الشافعي النطق بالنية. وبعض فقهاء الحنابلة يذهبون إلى سنية النطق بالنية حتى يعني يواطئ ما في القلب، وهذا حقيقة بعيد، لأن هذا النية من أعمال القلوب وليست من أعمال الألسن. وقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يقول متى؟ بعد الوضوء. هذا الدعاء يقوله بعد الوضوء، وصح جاء عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. جاء عند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه الزيادة ضعفها جماهير أهل العلم من الحديث، صححها بعض العلماء منهم الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وأيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن يقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأما الأدعية التي يذكرونها ويحفظها العوام من الدعاء عند غسل الوجه، والدعاء عند غسل اليدين، والدعاء عند مسح الرأس، والدعاء عند غسل القدمين، هذه الأدعية الموظفة على هذه الأعضاء هذه بدعة، بدعة. وأنا دائما أذكر لمن يعني يحضر ويتابعني ضابط فيها يعتصم به طالب العلم وغير طالب العلم،
أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار وأدعية الوضوء إلا ثلاث. الأول في أول الوضوء قول بسم الله، وذلك لما جاء في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث طبعا مختلف في إسناده، والصواب بأنه حديث حسن. الدعاء الثاني ما جاء عند مسلم والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الدعاء: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التواب واجعلني من الطاهرين، زيادة الترمذي. ومثل ما ذكرت لكم هذه مسألة خلافية. والدعاء الثالث اللي عند النسائي من حديث أبي سعيد الخدري الاستغفار، وهو نفس دعاء كفارة المجلس، نفس دعاء كفارة المجلس الذي عند الترمذي: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وما سوى ذلك فهذه من الأدعية مبتدعة الموظفة في مثل هذه الأعضاء على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه. وهذا لا يصح فيه شيء، ما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع بصره إلى السماء، ما ثبت أنه كان يرفع بصره إلى السماء، وإنما كان يأتي بالشهادة عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يشرع رفع البصر إلى السماء بعد الوضوء، ولا يشرع رفع الأصبع أيضا بعد الوضوء، لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من هذا. قال: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. أن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني هذه من السنة، هذه من السنة. والراجح أنه يجوز له أن يجوز له أن يعني يوكل من يعاونه ولو مع عدم حاجته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء جمع من الصحابة، منهم المغيرة بن شعبة، ومنهم الربيع بن معوذ، ومنهم عبد الله بن مسعود. والمعاونة على ضربين: معاونة في حمل أدوات الوضوء، ومعاونة في غسل أعضاء الوضوء. أما المعاونة في حمل أعضاء في حمل أدوات أداة الوضوء كالإبريق مثلا أو القربة أو شيء، فهذا ثابت. مسعود كان متخصص بهذا رضي الله عنه، كان يحمل إداوة النبي صلى الله عليه وسلم، معه العنزة أيضا الحربة هذه. وأما مساعدة المتوضئ فدل عليه حديث المغيرة: أهويت لأنزع خفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك ذكرت لكم بأن الأصل في أعضاء الوضوء الإنغسال، بمعنى أنه سواء غسلتها بنفسك أو غسلها غيرك بنيتك أنت. وهذا ذكرت أنا قبل قليل، قلت لا يشترط نية الفاعل، عفوا المعاون، لا يشترط نية المعاون، لأن خرجناه على أنه كالآن يعني شخص الآن عنده إشكالات، عنده كذا، زوجته توضي ما في شيء، أو ابنه يوضي ما في شيء. طبعا إذا قلنا زوجته ندخل في مسألة في نواقض الوضوء، ها لمس المرأة تنتبهون، لكن نحن نرجح بأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. أنا جبت هذا المثال هكذا، لكن عموما تنتبهون. شخص وضعه آخر أو ساعده في بعض الأعضاء، الآن يوجد من كبار السن يستطيع الوضوء لكن رجليه ما يقدر، ممكن ابنه بنته يغسلون له رجلي، والحمد لله يكون وضوء قد تم. فلا يشترط أن يباشر بنفسه، أن يباشر بنفسه. كيف وإذا كان محتاجا إلى المعاونة؟ نعم، وذكر هذا، ذكر هذا من السنن. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح التوفيق الدائم. نستمع الآن إلى الأسئلة المرسلة للشيخ خالد. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجزاكم عنا خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما دليل استحباب الجمهور للتسمية قبل الوضوء إذا كانوا يضعفون حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه؟ لا، الدليل الاختلاف في الحديث، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن الحديث إذا كان مختلف فيه فيذهبون إلى السنية وعدم الوجوب هكذا، وهذه طريقة للإمام أحمد رحمه الله تعالى.
وأيضا البداء بالعبادات، قال هي عبادة من العبادات، فهي ليست، فالأكل ليس بأولى من الوضوء، دخول المنزل، دخول المسجد ليس بأولى من الوضوء، هكذا يذكر. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح الاستنشاق بوضع منديل مبلل بالماء داخل الأنف، لا سيما من كان فيه حساسية أو قروح في أنفه؟ الاستنشاق هو جذب الماء بنفس الأنف، هذا هو الاستنشاق. فإذا كان المنديل مبلل، بمعنى أنه إذا أدخله سال الماء، تحقق الاستنشاق، لأنه لا يلزم أن يكون إدخال الماء بشكل قوي. فإذا دخل الماء إلى الأنف تحقق الحمد لله الأمر. أما إذا كان مجرد بلل هكذا يبلل الأنف، هذا ما يسمى استنشاق. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا نوى المسلم الوضوء بعد أن تمضمض واستنشق، فهل وضوءه صحيح أم يجب عليه أن يعيد الوضوء من جديد؟ على قول الحنابلة وضوءه غير صحيح، لا بد أن يستأنف ويبدأ بالنية، استحضر النية، استحضر النية، النية رفع الحدث، النية استباحة العبادة، وهكذا النية مثلا فعل أي شيء من شرطه الطهارة. على مذهب الجمهور نعم يصح، لأن الجمهور يرون بأنها سنة، المضمضة والاستنشاق سنة، وقلنا لكم بأن النية مكانها محلها من حيث السنية عند أول سنن الوضوء، ومن حيث الوجوب عند أول واجبات الوضوء، لكن راجح بأن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء، ولذلك من أخر النية بعد المضمضة والاستنشاق لا وضوء له، يستأنف. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما أقل الواجب في كل عضو من أعضاء الوضوء؟ الأقل الواجب في كل عضو مرة واحدة بالنسبة للمغسول، الممسوح مرة واحدة بقول جماهير أهل العلم، إلا عند الشافعي بالنسبة لمسح الرأس وكرر ثلاثا، لكن بالنسبة للمغسولات مرة واحدة، هذا هو القدر الواجب. الواجب غسلة واحدة فقط، وما زاد فهو سنة، والغسلة الواجبة هذه يجب عليه أن يستوعب العضو كاملا، فإذا أخل في الأولى وجبت عليه الثاني. يعني افترض الآن غسل يديه ومسح رأسه، فتفاجأ بأن المرفق من هنا ما وصله الماء، يرجع فيغسل العضو كاملا، وتصبح هذه الغسلة الثانية واجب، ثم يمسح رأسه، لأن الترتيب واجب بين أعضاء الوضوء في الراجح من قول أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل من نضح رأسه بدل أن يمسحه يصح وضوءه؟ بالنسبة للرأس المسح، وذلك لقول الله جل وعلا: وامسحوا برؤوسكم، لأن كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه مسح ولم يغسل. ونضح الرأس يخرج العضو من كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا، وهذا مخالف لما في القرآن والسنة. لكن هل يبطل الوضوء أم لا؟ قولان قولان من أهل العلم، من ذهب إلى أنه لا يبطل. لماذا؟ لأنه أوصل الماء إلى الرأس، لكنه يكره له المبالغة في هذا، حينما أوصل الماء إلى الشعر، لكن يكره له حينما بالغ بالغسل. والقول الثاني قد يبطل، لأنه أخرج العضو عن كونه ممسوحا إلى كونه مغسولا. هذا الذي يظهر أنه أقرب، أنه كيف الآن يغسل الرأس والله تعالى يقول: وامسحوا برؤوسكم. الله جل وعلا إنما يسر على العباد وخفف عليهم في هذا، لأن غسل الرأس في كل مرة 5 مرات شاق، خاصة في أيام البرد أو في أيام العمل وفي أيام كذا، هذا من الله عز وجل، يعني لطف ورحمة ورأفة بالعباد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل:
هل يمكن أن يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عنه من تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق بأنه يسن أحيانا تقديم غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق؟ الجواب نعم، هذا ذكره بعض العلماء، قالوا من السنة، قالوا من السنة، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر المضمضة والاستنشاق. الكلام المشكل في ما تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. لماذا؟ لأن المضمضة والاستنشاق من الوجه. نحن قلنا بأن غسل العضو الواحد لا يضر فيه، يعني كونه يبدأ بشماله أو بيمينه أو يبدأ من أعلى أو يبدأ من أسفل. يعني لو افترضنا الآن شخص جاء يغسل وجهه فبدأ من أسفل وغسل وجهه وعمم الماء، صحيح. شخص جاء وغسل وجهه من الجنب من هنا ومن هنا، صحيح. غسل وجهه من أعلى، صحيح، لأن طريقة العضو الواحد لا يضر فيها التقديم والتأخير وكذا. فالذي يشكل بعد الذراعين، أما الذي بعد غسل الوجه، نعم ثبت هذا، وقد جعله بعض العلماء من السنة أنه أحيانا يؤخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الوجه. لكن غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المضمضة والاستنشاق تقديمهما على غسل الوجه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يصح تقديم مسح الأذنين على الرأس ثم مسح الرأس بنفس ماء اليدين؟ الجواب لا، لأن الأذن تابعة للرأس، حتى على قول من يذهب إلى وجوب مسحهما، ولذلك خاصة خلاف قوي في هذا. فلذلك يبدأ بالرأس، لأن الله جل وعلا قال: وامسحوا برؤوسكم بعد غسل اليدين. لا يقدم فرض على فرض، ومسح الأذنين محل خلاف. من أهل العلم من ذهب إلى أن الأذنين من الرأس، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الأذنين ليس من الرأس، ولذلك قالوا بسنية مسحهما وليس بوجوب مسحهما. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ألا يدل فعل ابن عمر رضي الله عنهما في أخذ ماء جديد للأذنين أنه سنة، لا سيما أنه اشتهر بشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، وهذا يعني أول شيء بالنسبة للرواية عن ابن عمر، أي محل خلاف، ورجح كثير من أهل العلم من أهل التحقيق على أنه ثابت، على أن ابن عمر كان يأخذ ماء جديدا لأذنه. الأمر الثاني، قالوا هذه من تشديدات ابن عمر، قد كان الصحابة يقولون: تجنبوا تشديدات ابن عمر وتساهلات ابن عباس. ابن عمر كان إذا توضأ يدخل الماء في عينيه، يدخل الماء في عينيه، ولذلك كان الصحابة ينكرون عليه، وهذا من تشديداته رضي الله عنه. ولذلك قالوا بأن أخذ ماء جديد للأذنين يدل على أنهما سنة، حتى أن بعض العلماء قال: خروجا من الخلاف، ما دام في خلاف يؤخذ ماء جديد للأذنين، مثل ما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. لكن ما، ولو يعني مثلا جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثر عن الصحابة، وهذا الأثر فيه مخالفة لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، نأخذ بأيهما؟ نأخذ بالحديث، ما نأخذ بالأثر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أيضا: ألا يدل كلام أبي هريرة رضي الله عنه: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، على استحباب غسل ما بعد المرفقين في اليدين وما بعد الكعبين في الرجلين؟ هو نحن قررنا هذا ليس من قول أبي هريرة رضي الله عنه، لأن أبو هريرة لما قال: فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيره فليفعل، المبالغة في الغسل، حتى كان يشرع في العضد، وصل إلى الأباط، إلى الكتف، ووصل إلى قريب الركبة بالنسبة للقدمين. لكن لما رأى الصحابي الجليل اللي هو أبو نعيم المجمر، قال: أنتم هنا يا بني فروخ، لو كنت أعلم ما فعلت أمامك أو شيء. هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، لما بالغ في غسل العضو، حتى يعني شرع في العضد ووصل إلى قريب الأباط وكذلك في الرجلين. أما قضية إدخال المرفق وإدخال الكعبين والزيادة عليهما شيء قليل، هذا من أسباغ الوضوء، هذا من أسباغ الوضوء اللي ذكره العلماء. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يجوز غسل اليد اليمنى مرة واحدة واليسرى مرتين سواء نسيانا أو عمدا؟ الجواب نعم، يجوز لو تعمد ذلك لا حرج. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز تنشيف أعضاء الوضوء عقب الانتهاء مباشرة؟ مسألة تنشيف أعضاء الوضوء من أهل العلم من ذكرها من السنة، وذكروا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ قلب جبته فنشف أعضاءه، وهذا الحديث لا يصح عند ابن ماجه، لا يصح. والذي صح أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما توضأ أتت له أم سلمة بمنديل، قال فلم يرده، يعني ما أخذه، وأخذ ينفض ماء الوضوء بيده. ولذلك الأصل في مسألة التنشيف على الإباحة، ليس لها علاقة بالعبادة. فإذا أحب أن ينشف نشف، لا حرج في ذلك. وإذا أحب أن لا ينشف وإنما ينفض الماء عن أعضائه، لا حرج، ما لها علاقة بالعبادة. وأيضا زعم بعض الناس بأن ترك ماء الوضوء وعدم تنشيفه فيه بركة، وفيه هذا غير صحيح. ما ثبت في هذا شيء أن والله يشرع للمتوضأ أن لا ينشف أعضاءه، هذا غير صحيح، ما ثبت في هذا شيء. ما ثبت أن يترك ماء الوضوء، ولذلك قد يتأكد في حق بعض الناس التنشيف بعض الوضوء بسبب البرد الشديد، بسبب كونه مريض قد يتضاعف عليه المرض نقول نشف، بسبب أن بعض الناس قد يعني يحصل منه أذية. يعني تشوفون بعض الناس في المساجد يجي مثل ما يقول يطرطش ماء، ها، فيتفاجأ المصلي بجنبه، وإذا ثيابه يعني ثياب المصلي قد علق بها من ماء المتوضئ، جاي يطرطش ماء مثل ما يقولون. هذا ينفر الناس ويزعج الناس، لذلك قد يتأكد بحق الناس التنشيف. عموما مسألة التنشيف وعدم التنشيف ليس لها علاقة بسنن الوضوء ولا بشيء من أعمال الوضوء. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: هل يجزئ إدخال الماء إلى الأنف باليد كضغطه من دون سحبه بنفس الأنف؟ لا، هو الأصل الاستنشاق أنه يجذب بنفس الأنف. إذا كان عند الشخص مشكلة ما يستطيع، ما في نفس يدخل الماء إلى أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم إدخال نية الغسل للتنظف أو التبرد مع نية الوضوء؟ وذكر مثالا لذلك فقال: يكون الإنسان متسخا أو يشعر بالحرارة فيزيد الماء على العضو لأكثر من غسلة مثلا، أو يزيد الماء عن حاجة الوضوء ويوصل الماء لفروة الرأس ليبرد رأسه من أثر الحرارة ويتوضأ في نفس الوقت، فهل نية الوضوء هنا تجزئه؟ لا حرج، بشرط أن ينوي وأن يرتب. إذا نوى الآن يغتسل، ثم أثناء الاغتسال نوى الوضوء، استحضر الآن رفع الحدث، استحضر الآن العبادة التي من شرطها الطهارة، فتمضمض واستنشق، غسل وجهه أو غسل وجهه وأخر المضمضة، غسل يديه مثلا تحت الدش، ومسح رأسه وغسل قدميه، صح وضوء. أما أنه يخلط ولا يرتب، لا، ما يصلح هذا. ذكرنا من شروط صحة الوضوء الترتيب، وهذا الراجح الترتيب. يعني شخص الآن انغمس في البحر، الآن غمس في البحر، يريد أن يتوضأ، ما حكم وضوءه؟ باطل. لماذا؟ لأنه ما رتب. لماذا؟ لأنه أول ما وصل الماء إلى ماذا؟ إلى رأسه، أول ما وصل الماء إلى رأسه، ثم بعد ذلك إلى وجهه، ثم أو إلى يديه، ممكن يكون قدم اليدين ثم الرأس ثم الوجه وهكذا. لكن بعض العلماء يقول لو أنه انغمس في الماء ثم خرج ونوى الوضوء، قالوا يصح إذا رتب، لأن هذا يصدق أن يكون أو يمكن أن يكون يستطيع الترتيب، فيخرج فينوي غسل
وجهه، ثم يغسل ذراعي يديه إلى المرفقين، ثم يمسح برأسه وينوي غسل قدميه في الماء. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. لو عكسنا المسألة وقلنا نوى الوضوء ثم أثناء الوضوء رأى أنه يبرد نفسه بزيادة الماء في الغسل أو في المسح على الرأس ويزيد الماء كأنه يغسل رأسه، فهل يصح منه ذلك؟ لا حرج فيما يظهر، لكن يخشى أن يكون يعني ممن يدخل في الحديث في التعدي في الطهور، يخشى. لكن عموما لو أنه مثلا دخل يتوضأ وانتهى من الوضوء ثم رأى بأنه يريد أن يغتسل، يغسل بدنه كامل، هذا الغسل. أما الزيادة على العضو لا يسمى غسل. يعني الآن مثلا صورة المسألة، رجل الآن يتوضأ، غسل وجهه ثم غسل يديه، أثناء غسل اليدين قال لا أبغى أزيد بنية التبرد، لا ما يصلح هذا، هذا اعتداء. يعني يزيد إلى 4 5، هذا غير صحيح، هذا ما يصدق على أن يكون والله يغتسل غسل تبرد، هذا اعتدى. أما رجل توضأ وضوءا كاملا ثم دخل واغتسل وزاد، يعني في الآن زاد في غسل الأعضاء لكن بغير نية الطهارة، هو اغتسل غسل عادة وليس غسل عبادة، هذا ما فيش. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما ضابط الغسلة الواحدة للرجل، وهل يستحب تخليل الأصابع مع كل غسلة؟ بالنسبة للغسلة، ضابط الغسل للرجل هو أن يعمم القدم بالماء بحيث أن يدخل في ذلك الكعبين، يدخل في ذلك الكعبين. ومسألة التخليل سواء خلل عند غسل القدم اليمنى أو أخر التخليل بعد الانتهاء من الوضوء، كل هذا مشروع ولله الحمد. لكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أن التخليل يكون بعد غسل القدمين، لكن هذا لا يمنع أن يخلل أثناء غسل القدم الواحد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يشترط إدخال الماء تحت الأظافر أثناء الوضوء؟ الجواب لا، لا يشترط، لا يشترط أن يدخل الماء تحت الأظافر بحيث يبالغ في ذلك. أما إذا كانت الأظافر طويلة فنعم، لا بد، لأن هذه الآن لا حكم الظاهر، لا حكم الظاهر. إذا كانت الأظافر طويلة يعمم الأظافر بالماء، ظاهر الأظافر وباطن الأظافر، وإذا وجد فيها وسخ يسير فهذا معفو عنه كما ذكرنا قبل قليل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: قاعدة إذا شك أثناء العبادة يستأنف، يقول أليس هذا يعارض قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقد جاء في الحديث لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا، وهذا أثناء العبادة؟ لا، هو يظهر الأخ السائل اختلط عليه. الآن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شك في صلاتي فلم يدري صلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، لأنه أصلا عنده يقين، الآن عنده يقين، فاليقين هنا أنه صلى 3 ثم يأتي بالرابع وينتهي. بالنسبة للطهارة، هو شك في غسل عضو أثناء العبادة، هي نفس القاعدة. يعني الآن غسل وجهه وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم شك هل غسل يديه ولا لا، نحن ما نقول له تستأنف مباشرة، ما نقول له ذلك، وإنما نقول انظر يتحرى، فإذا وجد بلل هذا دليل على أنه غسل، إذا شكه مطروح، إذا لم يجد يرجع فيغسل العضو ثم يكمل ما بعد ذلك، هذا الذي ذكره العلماء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: متى يخلل المتوضئ لحيته؟ المتوضأ يخلل لحيته في أحد حالتين، الحالة الأولى عند غسل الوجه، لما ينتهي من غسل الوجه يخلل، وهذا الأقرب لأنه يتحقق بها السنية في غسل الوجه. والحالة الثانية بعد الانتهاء من الوضوء، ذكر هذا بعض الفقهاء بأنه بعد ما ينتهي من الوضوء يأخذ كفة من ماء ويدعك بها لحيته، ولو فعل هذا وهذا الأمر يعني جائز.
جزاكم الله خيرا شيخنا. في هذا السؤال الأخير يقول الأخ السائل: ألا يستدل بحديث الأذنان من الرأس على جواز تقديم مسح الأذنين على الرأس؟ ولما كان الخلاف شديد فيهما والحديث محل كلام عند أهل العلم، يعني يختلف عن قضية المضمضة والاستنشاق لصراحة الأدلة، لذلك العلماء يشددون في هذا فما يقدم، لأن الحديث الواردة في أن الأذنين من رأس الأصل فيها الضعف، ولذلك حسن أهل العلم الأحاديث بطرق. فلما كان الخلاف فيها شديد، أهل العلم لهم طريقة في هذا، وهي أنهم يجعلونها بعد مسح الرأس، يجعلونها بعد مسح الرأس. نعم. نفع الله بكم شيخنا وجزاكم خيرا، ومعذرة على الإطالة في الأسئلة. نعم، بارك الله. الأسئلة طيبة وتممت الموضوع ولله الحمد والمنة. أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.